تشاهدون بعد قليل. الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة وهو يومك وباسمك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. لا يخفى على المؤمنين أن المؤمن إنسان يزور معصوما من أئمة أهل البيت ولا يحفظ عنهم أو منهم رواية واحدة، يزور من لا يعلم قدره ولا علمه ولا منزلته. طبيعي هذا التفاعل لا يكون بالمستوى المطلوب. وهناك علم، هناك مجموعة من الكتب يتعلق بعلم الباطن، كيف نبني أنفسنا، كيف نفهم الكتاب التفسير، كيف نتصرف الفقه، ما هي سيرة قادتنا، كتب السيرة والتأريخ، سيرة العلماء السلف، ما يسمى بكتب التراجم. إذن حديثنا اليوم يركز على هذا الأمر الأخير الذي يبني باطنه. هذا الإنسان طبيعي يلتزم فقها، الذي يبني باطنه طبيعي يبحث عن تفسير كتاب ربه، حبه لله ولكتاب ربه يدعوه إلى التفسير. الذي يبني باطنه تنقدح في قلبه محبة النبي وآله، يبحث عن سيرتهم. إذن من الممكن أن يقال أن علم الباطن رتبته رتبة الداعوية لباقي العلوم. الإنسان الذي لا يعبأ بكتاب ربه عملاً لا اعتقاداً، طبيعي يقرأ صفحة من القرآن يتململ، من المستعد أن يقرأ الصحيفة من أولها إلى آخرها ساعة من الزمن، ولكن لا يتحمل صفحة من كتاب الله.
هذا الباطن غير ناضج غير بالغ، لا أقول ملوث، على الأقل التعبير اللائق المناسب، باطنه لا ينسجم مع كتاب الله. ولهذا الطفل مثلا أحدنا لا يتوقع أن يجلس أمام عالم ساعة من الزمان وهو مقبل. الطفل يريد في كل فرصة أن يهرب ليلعب مع ألعابه. إذن إخواني، حديثنا اليوم حول النضج المواطن وبلوغ الباطن. ذكرنا أكثر من مرة نحن في هذا المقام لا نرجح الكتب الذوقية، أحدهم يتخرس ظاهره يدعي الحب الإلهي، يدعي ما يدعي، ولكن ليس عادة في كل باب من الأبواب العبادية هناك بعض الروايات الأخلاقية تستوعبها في الصلاة، في الحج، في الجهاد، في كل هذه الأبواب هناك قسم من الروايات يمكنك تعقلها. تقتني في المنزل ما لا نفع فيه، بعض ما لا نفع فيه لو بعته استغنيت عن تشتري هذا الكتاب القيم. هناك كتاب بعنوان كتاب جهاد النفس، عليك بهذا الفصل، بهذا الجزء من هذا الكتاب القيم، رحم الله الحر العاملي، إلى يومنا هذا كتابه محور نعم لاستنباط الأحكام، الفقيه لا يستغني عن هذا الكتاب. كلامنا ليس في هذا، هناك باب أشرنا إليه فيما مضى نكمل الحديث عن كتاب أو قل باب بعنوان ذكر الله عز وجل. شرق أو غرب، المكتبة الأخلاقية في العالم الإسلامي مكتبة ثرية، المؤلفون في هذا المجال أسهبوا كثيرا من شتى الطوائف ومن شتى المشارب. وبالمناسبة التطرق لعلم الباطن لتربية الباطن هذا لا يختص بالمسلمين. الآن حسب ما تأتينا من المعلومات في بلاد الغرب الآن موجة في هذا الاتجاه، هؤلاء ملوا الدنيا ولذائذها، توجهوا للمدارس الروحية، البعض منهم يذهب للهند، البعض منهم يذهب إلى الجبال النائية ليمشي وراء إنسان لا قيمة له، والبعض لهم آلاف الأتباع في شرق الأرض وغربها. علم الباطن علم مغري. طبيعة الدنيا النساء والطعام والشراب طبيعة متكررة، حتى الذين يبحثون عن المدارس في المدارس المنحرفة يتلذذون بعلم الباطن. رأيت صورهم في بعض المواقع، يجلس في زاوية، يضع قدما على قدم، ينظر إلى الأرض الساعات وهو متلذذ، يقول أغوص في باطني، مالي والنساء، مالي والشراب، مالي والطعام، هذا ألذ إلي. هذا في طريق الباطل والأحجام. عالم الفكر متعلق بالتحليل والتخيل والتفكير، حتى الفلاسفة البعض منهم من الفسقة، ولكن في مقام التحليل ينظر ويتكلم الكلمات الحكمية. التحليل والتنظير والتفكير محله الفكر، وأما القلب المشاعر. أنت لا تخاف ببدنك، البدن لا يعقل، البدن لحم وشحم ودم، هذا الجسم لا عقل له. الفكر لا يخاف، الذي يخاف القلب، الحب للقلب، الفزع للقلب، الهم للقلب، الهم ليس محله البدن.
نعم الرجاء محله القلب، وهكذا الذي يقلق الإنسان ويحركه الحالات الباطنية، وعلى رأس المشاعر الباطنية شعوران، اذهب يمينا وشمالا ترجع المشاعر إلى أمرين، الخوف والرجاء. الإنسان في قلبه يخاف ولهذا يفزع ولهذا يهتم ولهذا يحزن، الحزن والهم والغم والفزع والقلق والاضطراب، كل هذه العوالم تعود إلى ماذا؟ إلى الخوف. والرجاء وفي ضمنه الطمع والحب إلى آخره. الشاب الذي يرجو الزواج من فتاة يحب ويسعى ويتعلق ويميل شغفها حبا إلى آخره. إذن من أمهات المشاعر الشعوران أساسيان، الخوف والرجاء. ولهذا الإنسان يعيش الاضطراب بين هذين الشعورين. لما؟ لأنه يرجو كثيرا، إذا لم يصل إلى الرجاء إلى ما يرجوه ينتكس. التاجر يرجو الأرباح لا يربح دائما ينتكس. الشاب له بعض الشهوات والأهواء لا يصل إليها ينتكس. حتى الدول ما تسمى بالدول العظمى، هذا التعبير لا نعترف به، أي عظيم أمام الله عز وجل. هؤلاء المساكين لا ينامون الليل، وإن كان ظاهره صاحب أكبر ترسانة في هذا العالم، عينه على الرقيب، عينه على الخصم، يخاف أيضا. إذن الإنسان لا يحقق طمسانا على وجه الأرض لا خوف له ولا رجاء له. إذن أنت في دوامة الخوف والرجاء تعيش ما تعيش. الذي يخرجك من هذه الدوامة، الذي يريحك في هذا العالم، أن تنتسب إلى من أزمة الأمور طرا بيده. ترجو شيئا في جوف الليل في المسجد في الفريضة، تقول يا رب أعطني، إن رأى المصلحة أعطاك وإن لم ير المصلحة لم يعطك، نفسك تطيب بذلك، انتهى الأمر. الطفل عندما يرفع أمره إلى الأم تطلب طعاما بسيطا، الأم إن لم تقدم له الطعام الولد إذا كان عاقلا لا يضطرب، يقول حاجتي بسيطة، أمي قادرة، طلبت منها لقمة من الطعام، إن لم تعطني لا من باب العجز، إن لم تعطني شربة من الماء لا من باب الغضب، هذا الماء يضرني الآن، لأن الأم قادرة شفيقة. الإنسان بين يدي الله عز وجل هكذا يناجي شفيقا قديرا، إن أعطي شكر وإن منع صبر، لا قلق في البين. بل كونوا معي في كلمة ما بعد بل، بل بعض المؤمنين عندما يتضرع كثيرا في حاجة ثم لا يحصل عليها يفرح، يقول هذه المناجات صارت خالصة، ظاهرها لطلب الحاجة، تقول يا رب أشكرك أن وفقتني لمناجاتك، ما لي وهذه الحاجة؟ هذه الحاجة بمثابة الذريعة، هذه الحاجة حركتني إلى ما هو أعظم. وأنت طالما ذهبت لزيارة المعصومين من النبي وآله تذهب وفي قلبك الحوائج، تقف أمام الضريح المطهر تنسى كل الحوائج. إذن الذي يذكر الله عز وجل لا يرجو رجاء مقلقا، كلمة مقلقا، يرجو
ولكن يا من أرجوه لكل خير يقدم الطلب وانتهى. صاحب هذا الكتاب القيم ليس له كلام أبدا، صنف روايات أهل البيت قد تقول لماذا هذا الذكر الخالد تزور الرضا عليه السلام هذه الأيام. هذا العالم الجليل له مزار مستقل في قباب الرضا صلوات الله عليه. الشيخ البهائي قدس سره له مرقده، والشيخ الحر العاملي له مزار يزار في قباب الرضا عليه السلام. أين عظمة الرجل؟ عظمته في تسمية الباب. جمع الروايات، صنفها في مجاميع، العنوان الذي اختاره لذلك الباب كأنه رأيه. هنا مهارة هذا المحدث الخبير. باب كراهة ترك ذكر الله. ذكر الله مطلوب، إن تركت الذكر أنت إنسان مكروه في فعلك، ارتكبت مكروها. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، أوحى الله إلى موسى: يا موسى لا تفرح بكثرة المال ولا تدع ذكري على كل حال. هنا بين قوسين سريعين إخواني، هذه الآية إن وصلت إليها أي كنت مطبقا لها أنت من أولياء الله العظام، لا تحتاج إلى شهادة من الغير. البعض يتوقع مناما، مكاشفة، نورا، رائحة، لك هذه العلامات لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. حصتان امتحانان، الامتحان الأول أيسر من الثاني. البعض إذا فاته شيء لا يحزن، رأينا بعض المؤمنين من التجار الكبار يأتيه اتصال: خسرت الآن 1000 دينار، 2000، 1,000,000 دينار، لا ترى في شكله تغيرا. يقول: ذهب ويأتي. الامتحان الثاني هو العسير: ولا تفرحوا بما آتاكم. إن وصلت إلى هذه الدرجة، ترقيت في المنصب، جاءك مال زائد، لم تفرح، أنت إنسان كبير، لا أقول عظيم، لا عظيم إلا الله، أنت إنسان موفق. كلما زادت النعم زادت المسؤولية عليه، طال وقوفه بين يدي الله عز وجل. كلما كثر ماله كثر خمسه، كلما اتسعت نعمته زادت مسؤوليته. له ولد واحد، له هم تربية ولد واحد، الذي له 10 من الأولاد لا يباهي بهم: أنا صاحب ذرية. يوم القيامة تفتح له 10 محاكم: المحكمة المتعلقة بهذا الولد، بهذا الولد، بهذا الولد. يقول: يا ليتني في دار الدنيا لم أنجب، لكل ولد ملفه. كم قصرت في حق الأولاد، كل تقصير فيه مساءلة. إذن المؤمن لا يفرح بإقبال النعم عليه كثيرا، كما لا يفرح الغريب إذا وضع على كتفه بضاعة مضاعفة. إذن الرواية أيضا من باب فهم الرواية: يا موسى لا تفرح بكثرة المال ولا تدع ذكري على كل حال، فإن كثرة المال تنسي الذنوب، وإن ترك ذكري يقسي القلوب. إذن هذا درس من دروس هذا اليوم. المؤمن في ذكر دائم. رب العالمين جعل الأوقات هذه، أوقات الصلاة، موزعة في الليل والنهار،
نعم ليوفقك قهرا لهذا الذكر. باب من الأبواب، أذكر لكم الأبواب في هذا الكتاب القيم. باب استحباب ذكر الله في كل مجلس والصلاة على محمد وآل محمد. جلست مع إخوانك، تكلمت في كل ما هب ودب، لا تكن غافلا، لا تقم من المجلس هكذا تختمه بأكلة بالشربة. هذا الختام ليس ختام مسكين. الرواية الشريفة: ما من مجلس يجتمع فيه برار وفجار، لا فرق بين البر والفاجر، يقومون على غير ذكر الله عز وجل إلا كان حسرة عليهم يوم القيامة. اقتنعت وفر المائدة موجودة، الإخوان حول المائدة، أطل الجلوس، ولهذا البعض يتفكه على المائدة، يقول أريد البقاء على المائدة أكبر ما يمكن. ساعتان أكلت وشربت، ارتويت، ضحكت، تكلمت فيما يعني وما لا يعني، أمن الإنصاف أن تقوم من المائدة وتخرج لم تشكر الله عز وجل؟ دعوتي لإخواني أخواتي، حتى في مجلس العائلة مع زوجتك وأولادك، خذها مني في هذا اليوم، إن التقيتني في عرصات القيامة تقول يا فلان جزاك الله خيرا. في كل مجلس على كل مائدة بعد أن تنتهي من الطعام والشراب، خذ هيئة الدعاء، اجلس جلسة المتشهدين هكذا نصلي، ارفع يديك إلى السماء، صل على النبي وآله، سل الله عز وجل أن ينزل عليك البركة، اتفاقا من ساعات الاستجابة بعد المائدة، البطن ممتلئ ولكن الله عز وجل ينظر إليك في هذه الساعة. إن التزمت بهذا المعنى بعد كل إفطار وغداء وعشاء، ثلاث محطات من الذكر والعبادة تضاف إلى حياتك: لا صلاة الظهرين والعشاءين والفجر، طعام الإفطار والغداء والعشاء، أيضا هذه الساعة تضاف إلى ساعة الذكر. وفي رواية: يعني من المجالس التي هي حسرة، من لم يذكر الله ولم يصل على نبيهم. هذا مثل الرواية: ولم يصلوا على نبيهم. المعصوم في رواية أخرى يبين لماذا هذا التأكيد على الصلاة على النبي وآله في كل المناسبات: في الأذان تذكر النبي، في الإقامة تذكر النبي، في الركوع تذكر النبي وآل النبي وآل النبي، في السجود تذكرهم، في التشهد تذكرهم، في السلام تذكرهم. لما هذه المبالغة؟ كلما ذكر اسمه قلت بشوق وإنابة ومحبة: اللهم صل على محمد وآل محمد. قلها شوقا، قلها حبا، قلها طمعا، قلها. أختم كلمتي بهذه وللحديث الصلة: هنيئا لمن صلى على النبي وآله بعين دامعة تذكر مصائب النبي وآله. الآن قد يكون ذكر النبي لا يثير دمعتك: من آل النبي الحسين، من آل النبي أمير المؤمنين،
إذا أردت أن تصلي على النبي وآله اذهب بذهنك إلى أرض كربلاء، انظر إلى الحسين عليه السلام وهو يجود بنفسه، تذكر الحسين وهو يفحص برجليه في الثرى، تذكر الحسين وهو ينظر إلى عياله، ثم قل اللهم ارفع من درجة النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين. إن أردت أن تصلي على النبي وآله تذكر أمير المؤمنين مخضبا بدمه في محراب مسجد الكوفة وهو يقول فزت ورب الكعبة. إذا رق قلبك قل اللهم صل على النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ما المانع أن تسميهم بأسمائهم؟ إن أردت أن تصلي على النبي وآله تذكر ما جرى على فاطمة عندما أنت أنة، عندما نظرت إلى محراب أبيها خاليا بكت بكاء مريرا، قل اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. وأخيرا إذا أردت أن تصلي على النبي وآله تذكر الإمام المجتبى شبيه رسول الله وهو يلفظ ما في جوفه دما عبيطا، اذكر المجتبى ثم صل على النبي وآله. اجعل الصلاة ممزوجة بذكر مصائبهم. أرى بعض المؤمنين رق قلبه جرت دمعته، فلنطبق ما قلناه آنفا. اللهم صل على محمد وآل محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء. اللهم بارك على محمد وآل محمد حتى لا تبقى من بركاتك شيء.